بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك: باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر محظورات الإحرام، وهي الأشياء التي تحرم على المحرم حال إحرامه، ناسب أن يذكر الفدية لو فعل شيئا من هذه المحظورات وماذا يجب فيها. والفدية على نوعين كما سبق: فدية نسك، وهي فدية التمتع أو القران، والنوع الثاني فدية جبران، وهي ما يجب بترك واجب أو فعل محظور جبرانا للنقص الذي حصل في النسك وكفارة لما فعل. نعم. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. نعم، بدأ بفدية الجبران. فإذا حلق المحرم رأسه فإنه يجب عليه الفدية، وهي مخيرة بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية ويقسمها على يذبحها في الحرم ويقسمها على مساكين الحرم، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو صيام 3 أيام، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية في حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام على التخيير. وقاسوا على حلق الرأس ما ذكر معه من تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، لأن كل هذه الأمور فيها معنى الترفه الذي يكون بحلق الرأس، فقاسوها عليه فيما يجب فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. أما إذا فعل محظورا بقتل الصيد الذي حرمه الله قتله على المحرم، أو أعان على قتله أو أشار إليه، فإنه حينئذ
يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا قتل صيدا متعمدا فإنه يجب عليه مثله إن كان مثليا، يعني ما يشابهه من بهيمة الأنعام، يذبح ما يشابه هذا الصيد من بهيمة الأنعام. فمثلا في النعامة بدنة لأنها تشبهها، لو صاد نعامة وجبت عليه بدنة لأن البدنة تشبه النعامة في خلقتها، ولو قتل حمامة وجب عليه شاة لأنها تشبه الحمامة في عبها الماء إذا أرادت أن تشرب، وكذلك بقية أنواع الصيد إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام فإنه يذبح مثله، قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما إذا كان غير مثلي، يعني ليس له لا دعنا في النوع الأول، نعم، فيذبح مثله إذا كان مثليا أو يقوم هذا المثل بدراهم، يقوم المثل بدراهم يعني بما يساويه من الدراهم، ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام، بأن يعطي كل مسكين مد بر، مدا من البر وهو ربع الصاع، أو يصوم على عدد المساكين، يعني يخير إذا كان مثليا فإنه يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح هذا المثل ويوزع لحمه على فقراء الحرم، وإما أن يقومه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم به مساكين على عدد ما يتسع له هذا الطعام من الأمداد، أو يصوم أياما بقدر عدد المساكين الذين يسعهم هذه الأمداد. هذا إذا كان مثليا. نعم. قال: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. أما ما ليس له مثل فإنه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم، أو يصوم بعدد المساكين، يخير بين شيئين: إما إطعام مساكين وإما صيام أيام بقدر عدد المساكين. نعم. التقدير المثلية يا شيخ ليس في الحجم، مثل تمثيل، لا ما هو في الحجم، نعم، في المشابهة بأي وجه من وجوه المشابهة، ما هو في الحجم، ولذلك صار في الحمامة شات وهي ليست مثلها في الحجم لكن مثلها في شرب الماء. نعم. بسم الله عليكم. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. أما دم النسك وهو ما يجب على المتمتع والقارن بين الحج والعمرة فإنه كما ذكر الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت. ففدية التمتع والقران تجبان على الترتيب، فإن كان يقدر على ذبح الشاة أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يقدر على ذلك لفقره أو ضياع نفقته فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج
والمستحسن أن تكون الثلاثة قبل يوم عرفة. إذا أحرم بالعمرة فإنه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة أو ما بعد ذلك إلى يوم عرفة، هذا هو المستحسن. فإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق بعد يوم العيد، يصومها 11 و12 و13 أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. ثم إذا رجع إلى أهله يعني انتهى من أعمال الحج يصوم السبعة الباقية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمحصر قال: فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، يعني صيام الثلاثة الأفضل أنه يبدأ من حين يحرم بالعمرة ويكون آخرها يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. فإن مضت الأيام ولم يتمكن فإنه يصومها أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13 لأنها في الحج. نعم. قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. هذا النوع الثالث من أنواع الفدية، وهي فدية الإحصار. والإحصار معناه المنع من أداء النسك. فلو أحرم الإنسان بحج أو عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه الفدية بأن يذبح فدية في مكانه الذي يحصر فيه ويتحلل من إحرامه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية من الوصول إلى الحرم، ذبح فديته صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يذبحوا ثم تحللوا من إحرامهم. فمن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام قياسا على فدية التمتع. نعم. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاه. من فدية الجبران إضافة إلى ما سبق من حلق الرأس وتقليم الأظافر، من فدية الجبران فدية الجماع للمحرم، فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وجبت عليه الفدية وهي بدنة تجب على الاثنين، كل واحد عليه فدية، على الرجل والمرأة إذا حصل بينهما جماع وهما محرمان قبل التحلل الأول وجب على كل واحد منهما فدية وهي ذبح بدنة. نعم. وفي العمرة شاه. أما إذا حصل الجماع بينهما وهما محرمان في العمرة قبل أدائها قبل الفراغ منها فإنه يجب على كل واحد منهما شات، يجب على كل واحد منهما شات. نعم. قال: وإن طاوعته زوجته لزمها. لزمها الفدية في الحج وفي العمرة. أما إذا أكرهها ولم وأجبرها على ذلك فإنه ليس عليها شيء لأنها مكرهة والمكره معذور. نعم. أحسن الله إليكم. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. من كرر محظورا من جنس، كما لو أخذ شعرات من رأسه أو من بدنه ثم عاد وأخذ شعرات أخر ثم عاد وأخذ شعرات أخر، فهذا كرر محظورا من جنس واحد فعليه فدية واحدة إذا كان التكرار قبل الفدية. أما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فإنه يجب عليه فدية ثانية بالتكرار. نعم. قال: بخلاف صيد.
بخلاف الصيد فإنه كلما كرره تجب الفدية، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيجب بكل مرة فدية. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. نعم، لو أنه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا، هذه محظورات من أجناس، فيجب عليه في كل جنس فديته، ولا تكفيه فدية واحدة. نعم. قال: فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. نعم، ولا يعفيه من ذلك أنه يخرج من الإحرام ويتنازل، لأن الإحرام لا يرتفض بالرفض، هو باق عليه ويلزمه إكمال المناسك، لأنه إذا دخل في الإحرام وجب عليه، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، وسمى الإحرام فرضا لأن الإنسان إذا دخل فيه وجب عليه إكماله، فلو رفضه لم يسقط عنه. وإذا فعل محظورا وقلت خلاص تنازلت عن الإحرام، نقول هذا لا يعفيك، يجب عليك المضي في النسك وتجب عليك الفدية. نعم. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. هذه قاعدة عندهم، أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا، مثل حلق الرأس، تقليم الأظافر، هذا إتلاف. نعم. وأما ما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه بالنسيان، مثل التطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذا يسقط الفدية عنه بالنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا ليس فيه إتلاف، محظور ليس فيه إتلاف، فيعذر فيه بالنسيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. نعم، كل هدي من فدية تمتع، كل هدي من هدي الجبران، كل هدي من هدي الجبران بترك واجب أو فعل محظور فإنه يكون لمساكين الحرم. فإذا ذبح الهدي فإن ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون على مساكين الحرم. وكذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم، فلا يجزيه أن يطعم خارج الحرم. أما الصيام عن المحظور فإنه يجزي في كل مكان. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما حيث، نعم، ودم الإحصار حيث وجد سببه. أما فدية التي تجب بسبب الإحصار وفدية لبس المخيط أو حلق الرأس، فهذه يدفعها من بالذبح أو بالإطعام حيث وجد السبب وهو فعل المحظور، في أي مكان فعل المحظور في الحرم أو في الحل فإنه يدفع الفدية في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وهي خارج الحرم ذبح هديه ووزعه خارج الحرم. نعم، لأن هذا مكان السبب. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم فإنه ليس له مكان محدد، يصوم في الطريق أو في بلده أو في مكة، كله مجزي لا يتعلق بالحرم. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم هو الشاة، يعني من الغنم، الضان أو المعز، فالضان ما تم له 6 أشهر والمعز ما تم له 1 سنة، ويكون سليما من العيوب التي تخل بالأضحية. أو سبع بدنة، بأن يشترك 7 في بدنة فيأخذ هو سبعا منها عن الفدية،
ويوزعه على مساكين الحرم، سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون النسك يريدون الفدية أو يريدون اللحم، لا بأس بذلك، أو سبع بقرة بأن يشترك سبعة في بقرة، لأن البقرة تقوم مقام البدنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة. هذا جزاء الصيد سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: ما له مثل من النعم، وما ليس له مثل. فالذي له مثل يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين الحرم. نعم. قال: في النعامة بدنة، لأنها تشبهها في الخلقة، فيذبح بعيرا إذا صاد النعامة وقتلها، لأنها من صيد البر، فيذبح ما يشابهها وهو البدنة. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل. نعم، فيها بقرة لأنها تشبهها. قال: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. أي نعم، لأنها تشبه هذه الأشياء، تشبه حمار الوحش وبقرة الوحش والأيل والثيتل، نوعان من أنواع الوعول. نعم، من أنواع حمر الوحش. نعم. والضبع كبش، وإذا قتل صيدا وهو الضبع، لأن الضبع صيد يحل أكله بدليل الحديث الصحيح أنه صيد، فإذا قتله المحرم وجب فيه شاة، لأنه يشبه الشاة، فيذبح شاة ويوزعها على الفقراء جزاء لما فعل. نعم. والغزالة عنز. نعم، لأنها تشبهها في الخلقة، فإذا قتل غزالا وهو محرم فإنه يجب عليه أن يذبح عنزا ويوزعها على الفقراء، لأن العنز تشبه الغزال. نعم. والوبر والضب جدي. والوبر وهو نوع من الحيوانات يؤكل، مباح اللحم أيضا. والضب، نعم. قال: والوبر والضب جدي واليربوع جفن. جدي، نعم. الجدي هو صغير الغنم، الجدي هو صغير الغنم، لأنه يشبه الوبر ويشبه الضب في المشية، ففيه جدي وهو الصغير من الغنم. واليربوع وهو نوع من الصيد أيضا، صغير الحجم، يشبهه الجفر وهو الصغير من المعز، صغير من المعز. نعم. والأرنب عناق، للمشابهة بين الأرنب وبين العناق، وهي الصغيرة من المعز. نعم. والحمامة شاه، لأنها تشبهها في عب الماء عند الشرب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.